نجوا من هول الكارثة، ورائحة الموت لم تتلاشى بعد. من تحت كل هذا الركام خرج بعضهم سليماً أو بإصابات طفيفة، لكن آخرين لا تزال تطاردهم لعنة هرس الأطراف وتهدد ببتر أطرافهم أو حتى الموت. هذا الطفل البالغ من العمر 3 سنوات يدعى ألب أرسلان بري، نجا من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الجاري، لكنه سرعان ما فارق الحياة بسبب متلازمة هرس الأطراف. حاله حال الكثيرين ممن أخرجوا أحياء من تحت الأنقاض. متلازمة هرس الأطراف تنتج من ضغط تتعرض له أطراف الجسم لفترة تزيد على 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة، ويعرض المريض للبتر والإصابة بقصور كلوي ثم مشكلات في القلب. ضغط الوزن الهائل لأنقاض المباني المدمرة أدى إلى إصابة بعض الناجين من الموت بمتلازمة هرس الأطراف، ما جعل القائمين على الوضع الصحي يرسلون صرخات الاستغاثة. المصابين بشكل عام وضعهم سيء جدا، بحاجة إلى رعاية طبية فائقة، بحاجة إلى أجهزة، بحاجة إلى مستهلكات أدوية، لا طاقة كانت تكفي للتعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات. أغلب المرضى الذين كانوا يوصلون بحالة كروش سندروم بسبب الضغط، بسبب الناتج عن الأبنية والأسقف التي كانت تساقط على أطراف. متلازمة هرس الأطراف لاحقت هذه الطفلة أيضا، شام البالغة من العمر 9 سنوات، نجت بأعجوبة بعد أن قضت نحو 40 ساعة تحت الأنقاض، لكنها تواجه تهديدا قاسيا ببتر قدميها، وهي الحالة نفسها التي تعانيها الطفلة جنان ذات 5 سنوات. يمكن تجنب الإصابة بهذه المتلازمة من خلال عدم سحب الشخص مباشرة من تحت الوزن الكبير الذي يضغط على أطرافه إذا مضت عليه أكثر من 4 ساعات، وبدلاً من ذلك يوضع رباط ضاغط على الفخذ من الناحية القريبة إلى البطن أو على الساعد عند الإبط، ثم يتم سحبه حتى لا تعود السموم الناتجة عن هرس الطرف إلى الجسم وتسبب الفشل الكلوي كما يقول متخصصون بالمجال الطبي. التواجد تحت الأنقاض لفترة طويلة ينتج عنه ما نسميه متلازمة هرس الأطراف، لذا نعمل على منعهم من الدخول في الفشل الكلوي. نتعامل بشكل خاص مع إصابات الأطراف تجنباً للوصول لمرحلة بتر هذه الأطراف. الأوضاع في المناطق المنكوبة معقدة جداً، وبالأخص في مناطق شمال سوريا، حيث يعاني مئات المصابين في الزلزال من حالة هرس الأطراف، وهم بحاجة لرعاية طبية متقدمة، لكن القطاع الطبي منهك بشكل كبير، الأمر الذي دفع البعض ولا سيما فرق الخوذ البيضاء إلى إطلاق دعوات عدة للوقوف مع هؤلاء الأطفال وجميع المصابين بمتلازمة الهرس والاستجابة العاجلة لتلك الحالات.